دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة في السياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة 30,000 معلم، وده في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين في المسابقة وتنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين. النهاردة آخر موعد حددته هيئة قضايا الدولة في تسليم الملفات الخاصة بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، وده طبقاً للجدول اللي تم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة. النهاردة هتنظم لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا معسكر لتطوير التحكيم المصري لمدة أسبوع لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار. المعسكر هيشهد تواجد 150 حكم، وهيكون الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.